أكتر المشاكل اللي بتواجهنا في العيادة أو بتيجي باستمرار هي الاسمرار حوالين العين. الاسمرار حوالين العين له أسباب رئيسية، منها الأسباب الوراثية، منها الجفاف تحت العين، لو في مشاكل في العين وبنضطر نحط قطرات معينة وبتنزل تحت العين بتعمل لنا اسمرار، في الأنيميا، في بعض الأمراض العضوية اللي بتؤدي الاسمرار تحت العين. بغض النظر عن اي عن السبب اللي عامل لي اسمرار حوالين العين، احنا بس مش بتبقى مشكلتنا اسمرار، ساعات بيبقى مصاحب معاها تجاعيد، ساعات بيبقى مصاحب معاها انتفاخات حوالين العين، بيبقى في برنامج كامل للعنايه بالمنطقه الحساسه دي. البرنامج دوت بيحتوي على لازم يحتوي على ماده علشان تضاد الماده اللي بتعمل او المسؤوله عن التصبغ تحت العين، فدي بتتحط يوميا تحت العين وبتتحط طبطبه من غير دعك، نحافظ على المنطقة دي دايما مرطبة، لأنها لو جفت بتقلب باسمرار، مع ممنوع الدعك تحت العين. الكريم أو البرنامج بتاع تحت العين دوت بيبقى ميزته إن هو تفتيح وبيعالج الانتفاخات اللي تحت العين، بيعالج التجاعيد، وعلشان الحكاية دي بتاخد لها وقت، فهو كمان فيه كونسيلر، يعني أنت هتحس بنتيجة من أول مرة نحطه فيها. احنا كده اتكلمنا عن المشاكل تحت العين وعرفنا ازاي نتجنب الاسمرار او الهالات او التجاعيد. والمنتج بتاع تحت العين بتاع كليو بيحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي من الحاجات المهمة جدا اللي فيها مضادات اكسدة، بتمنع التجاعيد، بتأخر ظهور التجاعيد، بتقلل الانتفاخات، وبتفتح لي تحت العين.